السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين شهوات أم العربي، غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم كسكسو. كسكسو عادي، كسكسو دكالي بسبع خضاري. اليوم الجمعة جيت عند الأم ديالي وغادي نوجدوا كسكسو نتغداو مجموعين. فجمعة مباركة تدخل عليكم بالصحة والسلامة وكل ما تمنوا يا ربي. غادي نديرو الكسكسو ديالنا عادي البنات، غير بزاف تيطلب مني كسكسو. أنا ديجا درتو معاكم بالطريقة الزموريه الاصليه، ولكن دابا غادي نديروه عادي بسبع خضاري، يعني كما كيديروه الناس كاملين. الفيديو ديال الكسكسو الفايت درتو معكم باللحم، فاليوم غادي نديروه بالدجاج. هنا درت الدجاج طوسي. فدابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير، كيفاش غنشرملو الدجاج. فغنوريكم الام ديالي كدير، تفكرت بنتي كتقول لي الام ديالي. فغادي ندوز بالنسبه للعطريه ديال الدجاج، هي تتجمعها وكتكون موجوده في الدار، يعني ما تتبقاش تهز كل قرعه ديال الخرقوم بوحدها، ديال السكنجبير بوحدها، مروزيه الدجاج بوحدها، يعني كتجمعها في قريعه وكتبقى عندها خاصه ديال الكسكسو. فبالنسبه للعطريه اللي كتجمعها، فكيكون فيها سكنجبير والخرقوم البلدي والبزار والمروزيه ديال الدجاج. وهي حنا عندنا مروزيه كتخدمي بها الدجاج واللحم، هي هذه اللي كتخلطهم مع بعضياتهم. ففاش تتبغي تخدم تتكون عندها مخلطه كيف كتشوفوا، هي هذه ديك الساعه كديري منها القياس اللي كيخصك. فدابا انا بالنسبه لهذاك الدجاج غادي ندير واحد هكا ثلاثه المعالق صغار، غادي ندير واحد الضامه ديال الزعفران، وغادي ندير السمن، يعني ضروري من السمن بلدي، واحد المعلقه صغيره عامره تقريبا معلقه كبيره، صافي. وغادي ندير شويه ديال الماء مليحه، طبعا ندير شويه ديال الملحه لان الدجاج غادي نطيبو بوحدو، والخضره غادي تيحيد الدجاج ونطيب الدجاج نحيدو، وديك المرقه اللي كتبقى لينا ديال الدجاج هي اللي غندير فيها الخضيره وكلشي. فدابا غادي ناخذ مويها، صافي. هنا غادي ندير مويها اللي غادي تخلط ليا هاد العطريه، وغناخذ الدجاج ديالنا وغادي نشرملو مزيان، يعني ندخل ليه العطريه كامله، ندخلها ليه حتى بين الجناب الجلده، وعاد نفركو كامل بحال هكايا، صافي. غادي ندير هاد الدجاج، يعني دايره انا جوج دجاجات، هذا كيف قلت لكم دجاج طوسي. بالنسبه للدجاج هذا الطوسي ماشي بحال الرومي، واخا ما نسدوش واخا ما نخشيوليهش الرجلين ديالو، راه تيبقى هو قابط راسو، صافي. مباشره غنديرو في البرمه ونحطو على الصدر ديالو، وغادي ندوز ندير دجاجه اخرى ونتلاقاو فيما بعد. بعد ما درت الدجاج ديالي فيه العطريه، فغادي ناخذ البصله، غادي نديرها شنو نفعلها طيب ليا الدجاج، مازال غادي نزيد. صافي غادي ندير واحد المطيشه، ما غاديش نحكها هنا، غادي نخليها حتى نحكها في الخضره، لان نبغي المرقه اللي غيكون فيها الكسكسو اللي غيدار فيها الخضره هي اللي تجيني معقره بزاف، كنحك فيها مطيشه. دابا هذاك الباقي ديال العطريه اللي بقات ليا فغادي نديرها هنا، وغادي نزيد نرميها، ما يضيع لينا والو.
انا غادي نديرو غير بالخضره، اللي بغى يدير بالتفاحه يدير صافي صافي. غادي ندير دابا الدجاج ديالي فوق البوطه يتقلى لينا. فهنا كيف كتشوفوا شعلت عليه البوطه، وغادي نخليه دابا يدخل ليا العطريه فيه ونتلاقاو من بعد. انا ما كنديرش الزيت المره الاولى، فكنخليه يتقلى غير في المويه وديك العطريه حتى يشرب ليا العطريه، وعاد غادي نديرو الزيت. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما راني قلبته قلبته البنات، كتشوفوا راه شد ليا اللوين، وهذاك الشيء اللي خاصني انا. ملي كتشوفوا فيه راه تجمر يعني راه شرب العطريه. دابا غادي ندير واحد كاس ديال الزيت صافي، وهو راه باقي فيه المريقه ديالو. غادي ناخذ واحد القطيب بحال هكايا وغادي نحاول كامل نتكو على هذا الشكل صافي، وغادي نسد عليه، غادي نخليه حتى وكان يطيب، وغادي نتلاقاو. انا غادي نمشي نقاد الخضيره ونجي نتلاقاو مع بعضياتنا. دابا غادي ندوزو باش نوجدو الكسكسو ديالنا. بالنسبه للكسكسو انا عندي هذا الكسكسو الرقيق، يعني حتى في ديجا هضرت معكم في لا مصوره الصفه، ولكن ما باقا ما نزلتش معكم. دائما كندير الرقيق باش يلاه مني كيشرب الماء تيجي بحال مكسكسينو في الدار. وصورت معكم الماركه اللي كندير اللي هي هذه، فغادي نحتاج منها انا يا يعني حنا بزاف. غادي ندير كيلو ونص ديال السميده ديال الكسكسو دائما. حتى النوع ديال السميده كيلعب دور البنات، يعني كل ما كانت السميده النوعيه الممتازه والمزيانه فهي كيجينا كسكسو زوين بزاف. كيف قلت لكم الرقيق الا درتو المتوسط راه غيجيكم بحال مطيبين البلبوله صافي. غادي هكا نمزجهم مع بعضياتهم، لان باكيه محلوله وباكيه راه مسدوده. غادي ندير الملح وكندير الزيت. هذه هي طريقتي انا فيه، يعني باش كيجي زوين ومفرز ويبقى اصلا هو زوين هاد الماركه البنات. فانا كل مره غادي نبقى نشارك معكم الماركات ديال المنتوجات اللي كنستعمل. فغادي ندير ليها كاس المره الاولى كاس ديال الزيت. انا كندير الزيت المره الاولى ما كنبقاش نعاود نزيد الزيت مره اخرى صافي. غادي نحاول ندخل فيه هاد الزويته صافي، ونرشو بالماء ونخليه. دابا غادي نوجدو ونخليه يبقى حتى وكان يشرب لينا، وندوزو نوجدو الخضيره مع بعضياتنا. راني باقا ما نقيتش الخضيره البنات، نقيوها ونقادوها ونتلاقاو بعدا. نوجدو السميده ونسقيها ونخليها. فبزاف بزاف بزاف طلبوا مني الطريقه ديال الكسكسو العادي يعني ديال كل نهار، وهذا بسبع خضار، هذا هو كسكسو سبع خضاري. فدابا غادي نرش الماء، كنرشو مزيان المره الاولى، كنعطيه الماء المره الاولى صافي. وغادي نخليه يبقى وكان يشرب ونتلاقاو فيما بعد. وغادي نزيد الماء لان هذا راه ما كفانيش، عطيني الماء قهوه لان الكميه كثيره. صافي دابا غادي نحاول. اما اللي كتفتل الكسكسو في دارها راه وريتكم الطريقه ديال الفتيل في الكسكسو اللي كنت نزلت معكم في رمضان صافي. دابا غادي نحلو على هذا الشكل، وغادي نخليه يبقى حتى وكان يشرب ليا ونبغيه. المهم حتى هو ها هو وجدنا. كيف
كيف كتشوفوا من بعد ما طاب ليا الدجاج زولت الدجاج وبقات ليا ديك الدغميره ديالو. غادي نزيد دابا الخضر، يعني غندير خيزو. المهم خضره البنات راكم عارفين خضره البسكسو. انا هنا دايره خيزو ودايره اللفت اللفت المحفور ودايره اللفت الاصفر ولا اللفت الاحمر ياك، ودايره اللفت الابيض هكا، يعني راه علفت ولا ما شاء الله بزاف حلو هكا. وعاد دايره اللفت الابيض الطويل ديالنا شفتوا، ودايره خيزو. دابا غادي نحط بعدا الخضر، دايره خيزو، دايره القرعه خضراء، دايره القرعه الحمراء، دايره البطاطا حلوه. يعني حنا ما شاء الله هاد الدار هذاك الشيء علاش هبطت عند ماما ونطيبوه البنات، لانكم عارفين كيبغي الجمع وتوحشتها وبغات نشوفها. فغادي ندير الخضيره ديالنا. الدجاج راه طاب، الخضره ولات كطيب على غليه كيف كنقولوا البنات، فغادي نديرها كلها. يعني غيجينا الطياب واحد، ولا اللفت كيطيب زبده بحالو بحال القرعه خضراء بحالو بحال القرعه حمراء. غادي نروي اللي نسيت البنات هو ليشو، هو اللي ما جبتش. فانا غادي نروي وغادي ندير الخضره كامله في مره. في الوقت اللي كتكون الخضره معنزه وكتشد الوقت راه حنا كنبداو باللفت بوحدو شويه نتبعو خيزو، والقرعه والخضره والحمراء تنخليوها هي الاخرى. فانا غادي ندير كلشي، غادي يطيبوا لي طياب واحد، لانني غادي السميده اصلا راها مفوره، ولكن واخا مفوره البنات انا كنفورها ثلاثه ديال المرات. صافي دابا غادي نمرق وغادي نطلق. هنا كيف كتشوفوا البنات كنمرق مرق واحد، غادي نزيد قبطه ديال الربيع، غادي نخليها حتى وكانت تغلى وغادي ندوزو باش نبداو نفورو في السميده ديالنا. هنا اخواتي الكسكسو ديالنا ها هو نشف، شوفوا ها هو كيف كيجي، داك المويه كامله اللي درت فيها راها نشفات. دابا شنو غادي نولي ندير؟ غادي نديرو في الكسكاس. البرمه غلات، الخضيره غلات فيها، صافي دابا غادي نبدا غادي نديرو الفور. المره الاولى الفور لمده غير 15 دقيقه، حيت هذا ماشي مكسكسين، وحنا اللي كنكونوا مكسكسينو خاصو يبقى واحد النص ساعه. صافي هذا غادي نديرو دابا يفور 15 دقيقه ونعاود ليه الفوره. شوفوا من بعد ما فارت ليا الفوره الاولى حيت الكسكاس، دابا بقاو ليا الفلافل الفلفله حاره اللي ضروري مع الدخان سمحوا ليا. صافي غادي نغطي البريمه ديالنا ونمشيو نعاودوا الكسكسو باش نديروا الفوره الثانيه. هنا غادي نعاودوا الفوره الثانيه كيف قلت لكم البنات. صافي غادي نرشها بشويه د الماء تنشف، نردها تفور. ها كندير ليه ثلاثه الفورات، واخا هو يعني مفور وكدار ليه غير جوج فورات كافيين، فانا كندير ليهم ثلاثه ديال الفورات باش تيطيب مزيان مزيان. صافي غادي نسقيه بمويها، ودائما ما كنسقيش انا بزاف بالماء، علاش؟ باش في الاخر يشرب ليا المرق مزيان. صافي ندير ليه المويه، نعاودو حتى وكان يشرب ليا ونحلو. هانتو هانتو البنات هو راه محلول، ما كيعجنش ما كيكور ما والو، وما كنعاودش نولي ندير الزيت. صافي الزيت اللي درت المره الاولى هو كنبقى نقضي به، كافيني داكشي علاش كندير كاس من المره الاولى. غادي نخليه حتى وكان يشرب ليا، وغادي نديرو يفور الفوره الثانيه، ومن بعد نزولو ملي غادي نبغي نرمي الفوره الثالثه غادي نصحح الذوق ديال المرق، ونشوف واش المرق كافيني ولا نزيد. ودائما ملي تبغي تزيدو زيدو الماء يكون غليان
وغادي نتلاقاو باش نسقيوه مع بعضياتنا. يعني طريقه الفور راه كاع السيدات تيعرفوه. غادي ندير هذه الفور الثانيه ومن بعد 15 دقيقه من بعد نحيدها نعاود ثاني نولي نسقيها بالماء نخليها تنشف وندير الفوره الثالثه ونتلاقاو باذن الله. هنا راه صافي كل شيء طاب، المريقه قديناها، فماما اللي غتسقي لكم دابا. المريقه هي هذه والكسكسو فاض هو هذا. فدابا غادي تسقي، يلا الوالده على بركه الله. دابا غنديروا التسقيه الدكانيه ماشي زموريه بحال اللي نزلت معكم شحال هذه. فالسمن ضروري من السمن حار، كدير كدير في الخضره باش تبنن الخضره حتى هي بالسمن، وعاد كدير في السميد في الكسكسو اللي فورت. سيري سيري خدمي عادي ماما، صافي سيري. يلا ودابا كتهبطي يدك ماما، كدير السمن حتى في السميده في الكسكسو، وغادي تسقي غتسقي لينا عادي. نزيدو السمن وصافي ماما. باش يدير السمن يدير الزبده على حسب القدر. سمعتوا بزاف قالت لكم اللي ما تيبغيش السمن يدير الزبده في الكسكسو باش يرطبو شي حلو باش يحلو. ماما خدي المغرفه ديال العود. سد لك الشر مش ما يبردش؟ لا ماشي غير البرد، السمن السمن باش يدور في الكسكسو كامل. صافي دابا هي كدير السمن باش يتخلط في الكسكسو كامل ويجي الكسكسو كله منسم بالسمن، وغادي نبداو نسقيو الكسكسو ديالنا عادي بالطريقة المغربية. دير ديك الحفيره الوسط ماما. اه تهز الخضره يبقاو جداد طالعين هكا دكاليه دكاليه. حتى السميده زوينه ماما. زوين انا ما نبغيش داك اللي غليظ اللي غليظ اللي غليظ كيجي بحال البلبوله قلتها لهم. صافي 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 انا غنعرف احسن منك. لا باش ما يجيش طالع من جهه. صافي صافي ودابا غدا تسقي. يلاه سقي لينا جينا الجوع. صافي غادي نكملو حنا نسقيو ونقادو الخضره ويعني ونديرو الدجاج ديالنا اللي طيبنا ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا. غادي نسقيو عادي بالطريقه العاديه ديالنا يعني ونتلاقاو باش تشوفوا القصريه ديالنا كيف غتجي. وهذه هي القصريه ديالنا ديال الكسكسو اللي وجدنا معكم. فهذا هو الشكل ديال الكسكسو دكالي. فبزاف اللي كنتو قلتو ديك الطريقه اللي درت الاولى ديال التسقيه ما عمركم شفتوها، انا درت لكم الطريقه اللي كتعرفوا. فنتمنى البنات اللي طلبوا مني طريقتي في تحضير الكسكسو بسبع خضاري ينال الرضا ديالكم. جربوه ردوا عليا الخبر ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله.